خرافتنا لليوم بوبلي في عالم الإنسان والجان، خرافة صنعت من البشر قربان. ليلة فيها تتلم الغيوم ويتوفوا بالقمرة 4 كواكب و5 نجوم، تلامس تعطي لرجوع الروح عنوان، والخامس كان نايف لحام من خيرة الصنايعية وصفوة النوابلية، سواح في زناقاها وبراح لحام نابل اختصاص سلاك حديد وسبابل وهات مكلاوي، دار فايح منها الجاوي خرج منها صوت. عندي شباك حديد لازم التصليح، تتعدى بعد المغرب عايش ولدي تشوفهولي؟ والله يبارك، كان جوابه. ولدي هذا الشباك اللي باش تكدو، اخدم على روحك، انا عشايا على الغاز تنرجع لك. عايش تعشى العشاء حضر. عايشك صحة مسالجة. ليه ولا ليه، يسر خدمت ويسر تعب، هاي تعشى. ليه عايشك يعطيك صحة. عايشك. قاوك يعطيك الصحة. باهي خافش مين بعد ما نزل كل شيء يرجع كما كان. انا ما وصلت لهذا كله كان على خاطرك انت، خاطر ما عندي حد كان انت. يمكن انانية مني، خاطر ما بقى لي حد يونسني، انا غالب شيء اقوى مني. نخاف من الموت وقعدني وحيده في تركيبي.
هذه الفرصة باش نعود نخرجك من جديد. الليلة بتبسيمة والفقاعة بنواح واللي جاب ثقيه ينسى طريق المرواح. الليلة بتبسيمة والفقاعة بنواح واللي جاب ثقيه ينسى طريق المرواح. الليلة بتبسيمة والفقاعة بنواح واللي جاب ثقيه ينسى طريق المرواح. خلط الدم بدل الأرواح رجع لدنيا كل مفتاح. 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 الليلة بتبسيمة والفقاعة بنواح واللي جاب ثقيه ينسى طريق المرواح.